ما بسمع كلمة رحلة فوراً بتخيل الورقة اللي مكتوب عليها خطة الرحلة والأماكن اللي هنزورها وكم وحجم المتع اللي ممكن نشوفها هناك، وفي آخر الورقة بيكون مكتوب سعر الرحلة. صعب قوي إنه يكتب لك سعر الرحلة أو تمنها في أول الورقة، لأنك ممكن تحس إن التمن غالي قوي فما تكملش قراية، تحس إنه كتير عليك. لكن لما تقرأ وتشوف المتع اللي هتعيشها ممكن تتغاضى عن السعر ده وتحاول إنك تضغط على نفسك وتدفع التمن. إحنا كمان بنبقى في قمة السعادة وإحنا بنحضر تجهيزات الرحلة، يمكن بندفع كتير في شراء طلبات وتحضيرات، يمكن كمان ننسى ننام وإحنا بنحضر من كتر فرحتنا، وطول الوقت صورة المكان اللي هنروحه قدام عينينا، بنتخيل الفرحة اللي هنعيشها، وده اللي بيخلينا ما نزعلش على المبالغ اللي بندفعها. يمكن نضغط نفسنا ونستغنى عن بعض حاجات علشان نقدر ندفع تمن الرحلة، حرمان وضغط. المهم هنوصل للمتعة المؤكدة اللي سمعنا عنها وحلمنا بيها لدرجة إننا حسينا إننا شفناها ولمسناها. الرحلة المرة دي مش لأي مكان عادي، مش أي مكان سمعنا عنه أو جه على بالنا أو خطر على قلب بشر. الرحلة المرة دي رحلة إلى الجنة، الجنة اللي تمنها مش فلوس، الجنة تمنها نظافة النفوس، تمنها الرحمة واللين والقلب السليم. كل يوم هيكون في رحلة إلى الجنة، هنعرف وصفها وإزاي نقدر نوصل لها. نبدأ بأول وأجمل مشهد، لما يجي حد يقولك يلا بينا هنتحرك دلوقتي، مشهد بيتمثل في الآية الكريمة اللي بتقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عارفين لما حد بيبقى عارف إنه هيسافر لمكان جميل بس أول مرة يركب طيارة بيبقى خايف شوية، بيحتاج حد يطمنه ويقول له ما تخافش هتوصل في سلام وأمان. بتنزل الملائكة علشان تطمن النفس الطيبة وتبشرها وتوصلها كأنها في زفة، لا هي فعلا في زفة. الروح الطيبة بتتزف للجنة، بتخرج بمنتهى السهولة بدون ألم أو عذاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحرير بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله تعالى وريحان ورب غير غضبان. يا الله، كلنا مستنيين اللحظة دي، لحظة إننا نتبشر إن ربنا راضي عنا. الروح الطيبة الملائكة بيبقوا كلهم عايزين يحملوها، كل ملاك بيشيلها شوية وبيتنقلوا بيها وبينادوا صاحبها بأحب الأسماء لي، وبيبدأوا يرفعوا الروح دي للسماء، من السماء الدنيا للسماء التانية التالتة الرابعة الخامسة، يوصلوا سيد السماء، بعدها السماء السبعة. رحلة ممتعة، لكن السماء السبعة بعدها إيه؟ سدرة المنتهى. تبدأ الملائكة يقولوا لله عز وجل عبدك فلان وهو أعلم به، فيأتي صك مختوم بأمنه من العذاب. يا الله، كلنا نفسنا في اللحظة دي، لحظة إننا نطمن وربنا يقولك أنت مش هتتعذب أبدا، أنا راضي عنك، أنت خلاص مكانك الجنة دلوقتي، بس كل حاجة هتهون، كل عذاب أو حاجة وحشة شفتها في الدنيا هتهون، ابتلاء صبرت عليه أو ألم حسيت بيه في لحظة الرضا دي هيهون. فاللهم بلغنا رؤية وجهك الكريم وأنت راض عنا يا رحيم.